كيفية معرفة الفئة العمرية التي تتابعك على حسابك في الانستغرام؟ قم بالذهاب وفتح تطبيق الانستغرام، بعد ذلك نذهب إلى بروفايل في الأسفل، بعد ذلك إلى الرؤى، وكما تلاحظون هنا توتال فولورز نضغط عليها، ثم نسحب الشاشة إلى الأسفل هكذا هكذا هكذا. وكما تلاحظون هنا الفئة العمرية، الكل هنا يظهر كم يتابع، هناك من 13 سنة إلى 17، هنا من 18 إلى 24، 25 إلى 34. ويمكن أيضا المعرفة ما عمر الرجال الذين يتابعونك، وأيضا النساء، وهكذا يمكنك معرفة كل هذا. وشكرا على متابعة الفيديو.